أيضا وزارة الداخلية وزعت هدايا على المرضى في المستشفيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، وده في إطار الدور المجتمعي المهم اللي بتقوم به وزارة الداخلية ضمن مبادرة كلنا واحد. انطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على مشاركة فئات المجتمع كافة الاحتفال بالمناسبات ومنها عيد الفطر المبارك، فتحت شعار مبادرة كلنا واحد معك في العيد وبرعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قامت الوزارة بتجهيز هدايا متنوعة لتوزيعها على المرضى بالمستشفيات بعدد من المحافظات. الوزارة وجهت مأموريات إلى عدد من المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية، تم من خلالها توزيع هدايا على المرضى وذويهم، وهو ما استقبلوه بفرحة وترحاب كبير، في ظل حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم والمساندة لهم في مراحل علاجهم، وهو أمر يسهم في سرعة شفائهم ورفع الروح المعنوية لديهم. قد إيه فرقت مع الأطفال إن هم دي حاجة تفرحهم، وهم لأن هم في رمضان بيبقى عندهم علاج وحتى في العيد عندهم علاج، وبصراحة المبادرة دي بقالهم أكتر من سنة بيجوا، وبصراحة أنا بحس إن الأطفال بيفرحوا كتير قوي. بحب أوجه الشكر لوزارة الداخلية على مبادرة جميلة جدا اللي عملتها النهاردة، وزعوا كحك العيد والبسكوت على الأطفال، وده طبعا شيء يسلك القلوب ويسعد الأطفال دول ويساهم في العلاج بتاعهم. وتحرص وزارة الداخلية على استمرارية زياراتها للمرضى بالمستشفيات تأكيدا على أهمية تقديم الدعم لهم وتعزيزا لروح المشاركة مع كافة الفئات في الأعياد والمناسبات. ده شعور جميل جدا الحمد لله، يعني كان له صدى كويس جدا عند الأطفال وعند ذويهم، والحمد لله كانت زيارة كويسة جدا ولها أثر معنوي. أنا كنت مبسوط إن الضباط جم وصوروا معايا. كما وجهت الوزارة مأموريات مماثلة لدور رعاية المسنين الذين أشادوا بجهود وزارة الداخلية وحرصها على تلبية احتياجاتهم المعيشية ومشاركتهم كافة الفعاليات والمناسبات. متشكرين أوي لحضراتكم، ومتشكرين أوي ليكم، ومتشكرين لاستضافتكم لينا هنا في الدار عندنا. وكمان النهاردة الحمد لله يعني سعيدة جدا أن وزارة الداخلية اختارت الفندق واختارتنا، تشجيعهم لينا وابتسامتهم وهداياهم بصراحة الواحد يعني محمل بجمال كثيرة قوي. هكذا تستقبل وزارة الداخلية العيد برسم الفرحة على وجوه المرضى بالمستشفيات من خلال مبادراتها الاجتماعية والإنسانية لتوزيع الهدايا عليهم ودعمهم باستمرار.